سفير النوايا الحسنة المطرب الكبير العربي محمد فؤاد، النهاردة يوم في حب مصر، يوم تحرير سيناء، يوم مهم جدا في حياة المصريين وبالأخص في حياتك أنت، لأن عندك شهيد على أرض ورمال سيناء، فأنت النهاردة بتاخد حقك. بالأخص في شرم الشيخ على فكرة، هي الوحدة بتاعته كانت في شرم الشيخ. يعني شوف النهاردة أنت يعني أخوك قدم روحه لمصر، والنهاردة احنا كلنا بنحتفل باليوم العظيم ده، وبتتكرم فيه أخو البطل وأخو الشهيد وفنان كبير وسفير للنوايا الحسنة لمكافحة الإرهاب وللسلم، فيعني النهاردة أحداث كتير. الحمد لله مصر بقواتها المسلحة واقفة يعني زي الجبل بجد، بقوات مسلحة شريفة تعرف يعني ايه فداء للوطن ويعني ايه شرف الوطن. اتشرف ان كان ليا اخ منهم، وانا بعتز بالبقعة اللي احنا قاعدين فيها، عشان حاجة تانية ممكن احساس ما حدش ياخد باله منه غير انا يعني واخواتي، ان الناس البدو المحترمة الجميلة اللي قاعدة، اهلنا اهل جنوب سيناء دول اخر ناس شاف اخويا قبل ما يموت، يعني احنا ما كانش لينا نصيب ان احنا نشوفه، انما هم اللي شافوه، فانا بعتبرهم عيلتي التانية، وبقول لهم يعني دايما بجد حائط صد لمصر كلها، وبنشكركم وبنقول لكم انتوا اهلنا وحبايبنا، وانا على المستوى الشخصي بعتبركم اهلي. يعني قالوا لك ايه لما شافوك؟ حاسس انه عايشين في القاهره معانا، يعني مش بعيد عن القاهره، يعني ناس ودوده وطيبه وطيبه واصاله جبال سيناء الجميله الطيبه اللي ربنا اكرمها بنوره المقدس اللي كلنا عايشين ببركه نور ربنا اللي نزلت على مصر. جبال سيناء وبركه ربنا في وشوشهم وفي كل تفاصيل وشوشهم، ناس طيبه، ناس اصيله، ناس اصلي بجد. يعني اكيد اكيد يعني، وطبعا النهارده احتفاليه كبيره واحنا في المسرح الروماني، والايام اللي جايه يعني احنا بعد المؤتمر الاقتصادي كمان شايفين شرم الشيخ بنظره مختلفه، انت ما نزلت من المطار كلنا حاسين باختلاف. اختلاف انا لسه واحنا جايين في العربيه بقول لهم يا جماعه لو كل محافظه في مصر اهلها يشدوا الحيل ويبقى عندهم عزم كده ان يتفرجوا على بلدهم ويفرجوها لاولادهم جميله، ده احساس. حتى السواق كان معانا وكان في حد راجل اعمال معانا، قلت له انا فرحان، انا مطرب فرحان وحضرتك سواق فرحان ورجل اعمال فرحان على جميع المستويات، فعلا احنا ماشيين في الشارع مبسوطين فخورين جدا بعمود النور والرصيف والشارع المنسق الجميل، اللي لو جبت ضيف لمصر ابقى عندي فخر ان انا واخده في شارع زي ده، زي ما بنروح بلاد اهلها مهتمية بيها فبنفخر بيه وبنحس الفخر في عيونهم، احنا برضو من حقنا ان احنا نفخر ببلدنا، ولابد ان كل واحد يحط الجزئية دي في دماغه. العمار حلو، والعمار ما بيجيش الا بتعب وبيجي بجهد وشقة، ما فيش حد يقعد في البيت وهيلاقي الشارع اتغير فجأة، احنا شعب ان ما اشتغلش مش هيجي فلوس، يعني عايزين نحس الناس شوية البترول اللي عندنا على قد كام حاجة يسدوا كام حاجة، وشوية مش عارف ايه يسدوا ايه، وكل حاجة عندنا لازم خانة، عندنا 300-400 خانة لازم يتسدوا، فلازم نعوضها بالعمل وبشغلنا وبجهدنا. وفي بلاد عملت ده ما عندهاش اي حاجه بقى خالص وعملت ده وفعلا عرفت تعمل بلاد كويسه، يمكن السياحه عندها اكتر من عندنا، احنا اللي عندنا كل حاجه. انا هسيبك تسعد بالحفله النهارده، وبقول لك مره تانية الف مبروك اخو البطل، وهو بطل فنان بنعزك ربنا يخليك يا بوسي، ومتشكر ليكي جدا استمتع بالحفلة، كل سنة طيبة والمصريين كلهم طيبين. كل سنة وكل شرم طيبة، كل سنة وسيناء
رجعت لينا كل سنة، ومحافظ جنوب سيناء دايما مشرف مصر ورافع اسم مصر من مؤتمر اقتصادي، الحفلات تحرير سيناء، الفعاليات طول السنة. يعني أنا مش عارفة بينام إمتى. أنا بحييك على المجهود الكبير ده، مجهود بجد كبير. كل حاجة كل حاجة في سبيل مصر تهون بجد والله. أنت مخلص كده وإحنا متعلمين كده من المدرسة الوطنية اللي أنت عارفاها، إحنا شربنا منها هذه الأخلاقيات وهذه المبادئ ومستمرين عليها، وإن شاء الله مكملين بإذن الله. يعني طبعا أنا سعيدة جدا، أنا كنت هنا من شهر في شرم الشيخ، وجيت يعني قبل المؤتمر، وجيت بعد المؤتمر لاحظت في تغيير كبير جدا، مجهود كبير جدا اتعمل في شهر. يعني عايز أعرف النظرة الأخرى لشرم بعد المؤتمر. والله أنت عارف حضرتك، وهناك تكليف السيد رئيس الجمهورية ليا، وده وسام على صدري أنا أعتز بيه، ولهذا أنا طبعا بحاول جاهدا إن أنا أعمل شيء وأحقق ما يعني طلبوا مني ده وسام على صدري. دي أول حاجة. تاني حاجة، المؤتمر طبعا فاد المحافظة كتير قوي. أنت عارفة في خلال الثلاث أسابيع اللي بعد ما مؤتمر القمة خلص، احنا حوالي 5 مؤتمرات انعقدوا في مدينة شرم الشيخ، مؤتمرات متوسطة، يعني مثلا ممكن نقول في حدود 500 يعني من الحاضرون 500، وبتختلف بقى في بعض المؤتمرات بيحضرها 12 دولة، في 26 دولة، في المستثمرات العرب كان بعديهم برضو كوكبة كبيرة جت من المرأة المستثمرة من الدول العربية الشقيقة. عايز اقول دي كلها عملت اطفت جو من التنشيط السياحة. احنا بنصبوا اليه في الاخر ان الناس لما بتيجي وبتشوف بتطلع سفرة ليكي في الخارج، بتطلع تتكلم، تطلع تقول احنا روحنا مدينة ولا اروع ولا اعظم، مدينة جميلة، مدينة خضراء، مدينة صديقة للبيئة، مفيش تلوث، مفيش جو معتدل، مقاصد سياحية، نايت لايف، كل حاجة. ده بيبتدي رسائل توصل، يبتدوا هم الناس تفكر نروح، طب نعمل مؤتمر هناك، طب يعني وهكذا. فدي فعلا جايبة نتائج كويسة قوي، واحنا دلوقتي بقينا يعني فعلا نحصد ثمار يعني المؤتمرين الكبار قوي اللي نجحوا نجاح باهر. عيد تحرير سيناء ده حاجة مهمة جدا لكل أهل سيناء وللمصريين والمصر كلها. أنت بتجهز له إزاي، أو شايف الاحتفالية السنة دي إزاي، أو إيه الأمل اللي عايزه من الاحتفالية دي؟ أنا من أسبوع بدأت الاحتفالات، يعني الحفلة دي تتويج للسلسلة الافتتاحات اللي احنا عملناها. احنا بدأنا خدنا خليج السويس كله، فتحنا في بوزنيمة بعض المشروعات، منهم مسجد ومنها مجلس مدينة بوزنيمة ومجلس مدينة برديس. رحنا بوزنيمة، فتحنا وحدة طبية، وفتحنا مدارس، دخلنا 50 كيلو في الجبل وفتحنا مدرسة لأهالينا بدو جنوب سيناء، افتتحنا تجمع زراعي على 50 فدان. لو تشوفي الأرض مطلعة الخضار بتاعها، مطلعة الخير من الأرض، أرض بكري جميلة. لو تشوفي الأحواض المعمولة بتطلع سمك، مزارع سمكية في وسط الجبل، وسط محدش متخيل إن الواحد واقف حواليه سمك في وسط الجبل. أماكن لتربية المشية، كل مزرعة فيها 500 نخلة برحي، أجود أنواع البلح، كل ده بنروح نفتتحه، بنمتلئ ثقة وبنمتلئ سعادة، ونرجع يبقى عندنا إصرار وتصميم إن احنا نعمل أكتر. عملنا 8 تجمعات السنة دي، السنة الجاية نعمل 16 تجمع إن شاء الله. البدوي بقى هيشتغل، بدل ما بيشتغل في الراعي هيشتغل راعي وزراعة، ويبتدي ينشغل ويبتدي ينتج ويبتدي يكسب ويتغير بقى بعض السلوكيات عنده، وده اللي احنا بننشده. المدارس بتغير من سلوكياتهم. لو تخش مدرسة الأطفال اللي احنا دخلناها على مسافة 50 كيلو جوه الصحراء، تشوف البنات مع الصبيان واقفين، البدويات بيحيوا العالم، بيغنوا بلادي بلادي، بيقروا من على السبورة. دخلت قعدت جوه الفصل بتاعهم وكتب كلام على السبورة، بيقروه ومنتهى الشطارة. دي حاجات بتخلي الواحد إذا كان تعبان بتروح، كل تعب بيروح على طول. أكيد بصراحة. فدي كانت المظاهر الاحتفالات، هي عبارة عن شوية افتتاحات، شوية مرور. احنا امبارح كنا في نويبع، حضرنا سباق هيجن كبير قوي، مهم سباق الهيجن. انا ما بحضره في دبي، يعني بشوف الاهتمام بيه كبير. انا بطمنك بقى، بقول لهم يعني لازم يبقى في وصل بينكم وبين ابو ظبي. بطمنك ان بعمل مضمار هيجن عالمي. يمكن انا كنت في نويبع، يعني مدوار على حاجة بسيطة كده، متحوطة ومنصة بسيطة كده وبتاع، انما لا، ده انا بعمل بقى هنا في شرم الشيخ مضمار هيجن عالمي على احدث
ما وصلت إليه أماكن السباق الهيجن في العالم. وهنعمل بقى في افتتاحه هنعزم بقى الامارات وهنعزم الكويت وهنعزم السعوديه وهنعمل هناك. هم الاحتفالات دي عندهم بتعمل سياحه كبيره وناس بتجيلها من اخر الدنيا، وبنشوف هيجن غاليه جدا يعني بملايين الملايين، والناس يعني بتحس ان انت بترجع لاصولك يعني. بالزبط. الناس دي كمان اللي كانت عايشه على الهيجن ما تحسش ان البساط اتسحب. وبعدين برضو عشان نحافظ على التراث احنا عملنا حاجتين. الحاجه الاولى ان احنا واحنا بنحتفل بالهيجن كان في مسابقه للشعر، الشعر بتاعهم بقى بيقوم يقول شعر البدوي، بيقوم شعر جميل في حب بلده، في حب سيناء، في الجيش، في جميل قوي. بعمل لهم كمان اللعبه بتاعتهم بيلعبوها على الارض دي، بنعمل لهم برضو مسابقات فيها. ده احياء للتراث. انا فاتح النهارده حاجه اسمها قريه التراث البدوي هنا في مدينه شرم الشيخ في منطقه السناتر بتاعت السفاري. فتحت قريه للتراث للبدو عشان يعرضوا فيها منتجاتهم ويعرضوا فيها ويعملوا فيها أشغالهم البيدوية. وعملنا لهم كافيتيريا ومسرح مش كافيات بقى، المطاعم بتاعتهم اللي هي على الأرض اللي بيعملوا فيها المندي، اللي بيعملوا فيها الشاي بتاعهم. يعني بنحيي برضو التراث البدوي. النهاردة فتحنا هذه القرية. لسه في مشاكل في شرم ولا خلصت مشاكل شرم؟ ايه مشاكل؟ انا شايفه ما عندكوش مشاكل. لا الحمد لله. يعني السياحه الاوتيلات مالت والناس موجوده، الطيران ما فيش اماكن يعني النهارده ما فيش كرسي. احنا بنطمح ان احنا نرتفع بمستوى الخدمه، نرتفع بمستوى القائمون على اعمال البازارات وكلام من ده، عشان برضو يعني ما بقاش في برضو شويه مشاكل بسيطه بنقدر نحلها على طول. احنا بنقول برضو عايزين نرفع ايجارات الفنادق عشان تبقى برضو العائد، لان العائد لما بيرجع من دخل الغرفة الدولة بتاخد منه 25%. فلو الغرفة ب 20 دولار الدولة بتاخد كام؟ 2.5. يعني عايز اقول لحضرتك بتاخد ربع، بتاخد كام يعني؟ بتاخد 25% 20 يبقى 10 يبقى 5، بتاخد 5 دولار. لو الغرفة بقى ب 100 ده بتاخد 25 دولار، فالدولة بتخسر والمستثمر بيخسر. فلما نرفع بقى مستوى الريت بتاع الغرف و و و و و و ويجي بقى يبقى في اقبال، لما يبقى في اقبال تقدري ترفعي، انما لو ما فيش اقبال ما حدش هيجيلك اصلا. تيجي ترفعي ما حدش هيجيلك، اذا كان على الدخل المنخفض ما حدش بيجي. فلما يبقى في امن وفي امان وفي بيئه نظيفه وفي طاقه شمسيه رائعه، واللي بيجي شايف جمال وشايف كلام يبتدي يجي. لما يجي بقى الرجل تيجي نبقى نرفع دي امنيه انا عايز احققها. لازم ان شاء الله دي امنيه. نعم. الفتره اللي جايه المره الجايه لما يجي، احنا كل مره بنيجي بنلاقي الطفرات سريعه وبنلاقي لازم هو اسات الرئيس قال نقفز مش هنمشي. لا لا ما بقاش نجري، لان احنا عايزين نعوض نعوض فتره كبيره قوي. حضرتك بتحب القفز يعني؟ انا بشوف انا باجي على طول لكل يعني مسافات على طول يعني بشوف ان شاء الله. هو طبعا هنوعده ان هو بعد سنه هيجي يشوف مشروعات، فاحنا بنجري عشان خاطر نقدر نعمل حاجه ان شاء الله سيادته يفتحها السنه الجايه قبل عيد تحرير سيناء مع افتتاح قناه السويس. عايزين نشوف احداث جديده ان شاء الله، ايفنتات وحفلات، ودي بتنمي وتنشط السياحه. عايزين نجيب بقى مطرب عالمي عشان برضو الاجانب يترددوا، هنجيب برضو مطرب عالمي، هنجيب دي جي عالمي اللي هو ديفيد مانديتا ده باستمرار، ده زبون دائم، ده صديق لينا، هو بيعلن عن هذا زبون. انا بحب هذه المدينه واصدقائي في المدينه. يعني ان شاء الله طول ما انت حابب مصر وطول ما انت وطني وعندك اخلاص في عملك هنشوف شرم الشيخ دايما في اجمل مكان في العالم باذن الله. وانا سعيد. مصر قريبه. مصر قريبه ونحن نستطيع. ولا اقدر اقول لك عليه، نحن نستطيع. كل سنه وانت طيب، وان شاء الله دايما نحتفل على ارض سينا بعيد تحرير سينا. شكرا متشكر. عيد تحرير سيناء يبقى لازم على طول نقول محمد ثروت هو اللي هيحيي الحفل، لان صوت محمد ثروت هو صوت الوطن، هو الصوت الوطني، هو الصوت اللي دايما بنحب نسمعه في كل المناسبات الوطنيه. بقول لك الف مبروك وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يا رب دايما صوتكم يلعلع في كل محافظات مصر مش بس في شرم الشيخ. مبروك على مصر وربنا يحفظها ويحميها. و النهاردة أنا بفتكر أول يوم جيت فيه في استلام الأرض سنة 82،
كنت في كلية الهندسة لسه طالب، ولقيت نفسي يعني في حالة من السعادة الشديدة جدا 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 ان ارض مصر كلها رجعت في حضنها تاني، وكنا بنغني وقتها في العريش. وعايز اقول لك انه كان معايا الاستاذ محمد رشدي ومدام شهرزاد ونادية مصطفى، ما كانش في مكان حتى نغير فيه هدومنا، عملوا لنا كده خيمة نغير فيها هدومنا بس قلنا ده أسعد يعني يوم في حياتنا وأجمل حفلة عملناها في حياتنا. يعني شايف أنت جيت هنا وعملت أعياد كتير في سينا وفي شرم الشيخ بعد المؤتمر الاقتصادي، شفت شرم؟ لا أنا شايف شرم تانية خالص بصراحة ربنا. يعني الحقيقة أنا بحيي كل إيد اتمدد بالإعمار والجمال والحلاوة اللي شايفينها، وبحيي اللي هو خالد فودة الحقيقة، حقيقي مجهود كبير جدا جدا جدا، وما أقدرش أقولك أنا يعني أنا سعيد بيها قد إيه. حاسس إني في حتة متفردة جميلة، أقدر أباهي العالم كله أقول له إحنا بنعرف حقيقي. يعني الأغاني الوطنية ارتبطت بمحمد ثروت، فالنهاردة محضر إيه أغاني وطنية؟ وهل هتغني أغاني تانية؟ الناس كمان عايزة تسمع أغانيك لأن أنت وحش. بوسي أنا هقول حاجة النهاردة الأول مرة واختصيت بيها الحفلة دي، هي أغنية عاملها جديدة بتقول شدة وحتزول يا بلدي، وإن شاء الله تزول، ومهما هيجرى ياما دقت على الراس طبول، يا مصر انت اللي باقية والكل مروحين، ادي الأمر لولادك في ثانية نقول أمين، خليل الله وكليمه والعدرة والمسيح، ورسول الله دعيلك من قلبه، وبصحيح انت زنت المداين مهما الزمن يطول، شدة وحتزول يا بلدي وان شاء الله تزول، ومهما هيجرى ياما دقت على الراس طبول. أكيد ياما دق على راس طبول، ولكن دايما مصر منتصرة. عايزين أغاني عاطفية بقى وأغاني حلوة كمان. هقولك الحقيقة هو تزامن وقت الحفلة دي مع حدث بالنسبة لنا طبعا بالنسبة للعالم كله والعالم العربي والمحبين الراحل عبد الرحمن الأبنودي، حدث كبير بالنسبة لي أنا، فقدت أخ كبير لأن أنا كانت بتربطني صلة جامدة بيه وتعاوننا من يوم ما طلعت، فأنا بهديله النهاردة الحفلة دي وهغني له كل الأغاني اللي كتبها لي عاطفية ووطنية. هقول له هكتب جواب لحبيبي وأقول له أقول له مصري أو النور في الدنيا بلدي هلا هلا كل حاجتك. يعني ده إحنا النهاردة هنسعد بقى بغنائك لأنك كنت وحشنا من زمان، سعيدة معاك وأسرتك كمان إن ابنك كمان بقى في مجال الإخراج، بقول له ألف مبروك وعامل حاجات حلوة جدا، ونقول هذا الشبل من ذاك الأسد يعني مولود في بيت فنان فبقى فنان. أحمد شاب من شباب مصر اللي بدعي لهم من ربنا يوفقهم، وهم الأمل وهم بكرة وهم اللي حيعملوا اللي احنا ما قدرناش نعمله إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يوفقه، وسعيدة أن هم معاك، سعيدة أن أنت بتوري أسرتك بلدك وبتاخده معاك وبيشوفوا الحاجات الجميلة وشرم الشيخ الجميلة، وده حلو أن أنا أشوف النهاردة كلكم جايبين ولادكم جايبين أسرتكم موجودين عشان تحسوا فيهم لولادكم قد إيه الروح الوطنية مهمة جدا مع الجيل. بنتشرف بمصر، ونفسي إن شاء الله أرجع أغني تاني قريب قوي في العريش، لأن أنا من يوم ما تحررت سينا وأنا كل سنة كنت بغني في العريش. العريش وأهل العريش ومجاهدين سينا كلهم لهم مكان عندي، قبائل سينا العربية كلها ودين كلهم برا كلهم بحبهم قوي قوي. أنا عملت لهم حفلة في العريش كانت في رمضان 2010، ما أقدرش أقولك عملناها في الاستاد، المحافظ عملها في الاستاد. ان شاء الله عايزين نرجع نعمل الحاجات دي تاني، بدات الليالي التلفزيون ترجع وبدات الحفلات ترجع وحفلات تحيا مصر، فعايزين نلف المحافظات ونرجع زي ما كنا زمان بنحضر مع بعض العيد الوطني في كل محافظه. كانت بتبقى جميله جدا، بس كانت احلام هي اللي بتسجل معاك وتغطي، وانا كنت باجي اتفرج عليكم، فعايزين نرجع الليالي الحلوه. اختي العزيزه اللي بدعي لها دايما ولولادها
ولبيتها، لان انا يعني انا كنت صديق اسرتهم وصديق اسرتهم. انت صديق غالي، انت اخ غالي، ربنا يخليك. واحنا يعني انا كنت ما بحضر معاها الحفلات ديت كنت ببقى سعيده جدا ان انا بشوف محافظات بلدي وبشوف نجوم بلدي وهم بيقدموا هديه لبلدهم في كل محافظه بيروحوا، وهي مذيعه نجمه. لازم ترجعوا تاني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الف مره ربنا يخليك. شكرا. وزي ما قلت هذا الشبل من ذاك الأسد أحمد محمد ثروت، وهو مبدع طلع من بيت الفنان محمد ثروت هو ابنه، بس ما أخدش الصوت ولكن أخد الفكر وحب الفن وعشق الفن، وبقى مخرج مهم جدا، ويمكن عامل حاجات جميلة جدا كلنا بنتابعها عن التحرش وعن انت قولي بقى أكتر الحاجات. والله احنا تخصصنا دلوقتي، عملنا مجموعة من الشباب، عملنا شركة وقلنا احنا عايزين نشتغل توعية، لان بره الناشنال تي في كله بيبقى شغال على حملات التوعية وفي النص الحاجات التجارية. احنا نرجع زي ما احنا كان اخر حملة توعية اتعملت سنة 98 تبع الحكومة، بعد كده بقت كلها حاجات تبع قطاعات خاصة، والحمد لله الفترة اللي فاتت عملنا دعوة لشهيد مع القوات المسلحة، وعملنا حملة شايف نفسك للتحرش، ولسه ترشيد الاستهلاك وكيفية المحافظة على منشآت الدولة اللي هي ملك الشعب، وابتدينا الحمد لله نخش ان احنا عايزين نحسن المنتاليتي بتاعت المواطن عن الاعلام الحكومي من خلال تغيير المادة الفيلمية اللي بتطلع من الحكومة، مش من تغيير المستوعب يعني. فاخر فترة الحمد لله تعينت بقيت مدير الدعم الفني في مجلس القومي لشؤون القبائل، فهنهتم بسينا الفترة اللي جاية سياحيا، السياحة الداخلية مهمة جدا، وبرضو انا مبسوط ان انا باجي بصفتين النهاردة، ان انا طبعا والدي دي اهم صفة دي، وبعدين الصفة دي في المرتبة الاولى يعني، بس والصفة التانية ان شاء الله حاول اعمل حملة كبيرة جدا لتنمية السياحة لمصر من خلال الشخصيات العامة والممثلين الاجانب، لان احنا في ناس كتير قوي بيزوروا مصر واحنا مش عارفين ان هم بيجوا، فلازم نحط الاكسبوجر عليهم ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. انا بقول لك الف مبروك وسعيدة بالحماس الشباب، وانتوا الامل، احنا في انتظاركم، انتوا اللي هتعمروا مصر، وانتوا الجيل اللي احنا حاطين فيه الامل، حبكم وطنيتكم لمصر مش هتقل عن ابائكم، ولكن انتوا معاكم الراية دلوقتي، فاهتم بقى بشغلك، لان احنا عايزين كل الجيل اللي زيك يشتغل، مصر محتاجة كل شبابها يشتغل. ربنا يخليكي، وان شاء الله احنا نعمل الفتره اللي جايه شغل فعلا يغير المنظور بتاع المواطن عن الاعلام الحكومي او المصري، لان احنا عندنا في بلدنا حاجات كتيره قوي لو اهتمينا بيها ناس كتيره قوي يقولوا نفسنا نكون مصريين فعلا. المخرج مجدي الهواري عمل لنا حاجات جميلة جدا في قناة السويس، ويمكن الفترة اللي فاتت كان ليه دور جميل وطني حلو، وده أنا بشوف الفنانين ونجومنا في كل المجالات وطنيتهم وحبهم لمصر ظهرت، لو في الإخراج، لو في الغنى، لو في التلحين، لو في التمثيل، كل واحد بيقدم وردة لمصر بطريقته الخاصة، وطريقتك كان ليها مكانة جميلة، والنهاردة بتشارك أيضا في عيد تحرير سيناء الوطنية ومصر والحب والتواجد جوه الجيش وانت تعاملت معاهم والتواجد في قناة السويس والتصوير هناك، كل الحاجات دي شايفها ازاي؟ يمكن انت قلتي افضل تعبير بالنسبة لي هي وردة لمصر، يعني انا ومخرجين كتير ومصورين وجيش من الفنيين كان ورانا في كل الاعمال اللي عملناها الفترة اللي فاتت، والحمد لله كنا ايام الثورة كنا متضايقين انه دور الفن او الفنانين في مصر انه مش قادرين نعمل حاجة، عايزين نعمل حاجة لبلدنا، عايزين نقف جنب البلد، نقف جنب الحدث الكبير الجلل اللي هو ثورة 30 يونيو وتفويض الشعب كله للرئيس عبد الفتاح السيسي عشان يبقى يقاوم الارهاب ويخلينا في الوقت اللي احنا فيه نقدر دلوقتي نحتفل وكده. كنا بنحس ان احنا لازم يبقى لنا دور حقيقة في الفترة اللي فاتت دي. أنا الحمد لله ربنا كرمني وكان شرف كبير ليا أن أنا أشارك في الدور ده، في أن أنا أعمل فيلم قناة السويس اللي أنا كلفت بيه وأشتغل صالح البلد. يمكن ده شوية زي ما بقول أنا بأجل الأعمال الفنية لحد لما أخلص إن شاء الله فيلم قناة السويس. والنهاردة كان لواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنا شايف أنه التكريم النهاردة ده يعني وسام على صدرنا،
في ان احنا المجهود اللي احنا عملناه الفتره اللي فاتت يكلل بالتكريم ده. فالحمد لله. في اي تجهيزات بقى لافتتاح القناه انت بتحضر لها؟ انا بعمل الفيلم، انا مسؤول عن الفيلم ان شاء الله لا تعيب، لان احنا كنا بنوثق طول الفتره اللي فاتت من 2014 في 5/8 لغايه ما ان شاء الله يخلص الحفر. والمفاجاه اللي انا بشوفها كل يوم وانا بصور هناك انه تقريبا الفريق مهاب مميش واللواء كامل وزير وكل القائمين على في نهايه قناه السويس قائمين على الحفر تقريبا انتهوا من التحالف اللي معمول هناك بالكركات والانجاز اللي حصل هناك. بحس انه الواحد لما بيخش يشوف القناه الجديده ما بقاش مصدق، مش مصدق انه الانجاز ده حصل لمصر في العهد الحديث، انه هرم رابع لمصر. اكيد يعني طبعا احنا كلنا منتظرين الحدث وبنحسدك ان انت جوه الحدث يوم بيوم بتشوف التطور، يعني بتشوف الجنين وهو بيكبر لغايه ما يتولد وينزل يعمل حدث كبير لمصر. فيعني بهنيك طبعا ان انت في الحدث نفسه. عايزه برضو اعرف الاخبار الفنيه، ما كمان دي كمان مهمه بالنسبه لنا، لان احنا عايزين الكل يشتغل، مش بس السياسيين ولكن الفنانين كلهم. الحمد لله اخيرا قدرت اوصل لسيناريو. طبعا الفتره اللي فاتت ما كانش على اتصال دايما بالسوق او المؤلفين عشان اشوف ايه الجديد اللي عندهم، بس الحمد لله في الاخر وصلت لسيناريو بقراه دلوقتي، وان شاء الله هعمل فيلم اول لما اخلص فيلم قناة السويس يكون جاهز ان شاء الله للموسم الصيف باذن الله. ان شاء الله ونرفع العلم ونقول تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. غادة عادل أول مرة بتحضر عيد تحرير سينا هنا في شرم الشيخ، وحاسة بسعادة كبيرة وحاسة أنها يعني موضوع تاني غير المهرجانات الفنية اللي بتحضرها. اتكرمت النهاردة من محافظ شرم، طبعا ده يوم لمصر. أيوة طبعا أنا ليا الشرف أن أنا توجهت لي الدعوة، وبجد بشكر اللي هو خالد فودة على الدعوة دي وعلى التكريم ده. طبعا إحساس تاني خالص في يوم زي ده، يوم عظيم زي ده ومصر بتحتفل بيه، أن أنا أتكرم في اليوم ده، ده شرف كبير ليا. يعني وانت ماشية كده في شرم وشايفة الجمال ده كله، وأنه كان الجمال ده متاخد مننا وبقى دلوقتي في إيدينا، كان إحساسك؟ يا أنا عايز أقولك أصلا أنا شرموية جدا جدا جدا. أنا كان كل الناس تروح بجد والله تحضر الصيف في الساحل، أنا أجي شرم الشيخ تقريبا طول السنة بعشقها. كنت زعلانة جدا 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 طبعا الوقت اللي شوية حال البلد شوية، كانت شرم ما بقتش في قمة رونقها وما كانش فيها السياحة زي الأول، بس دلوقتي الحمد لله بشكر ربنا إن هي رجعت تاني وبدأت تظهر الحاجات دي، الواحد بدأ يحسها لما جيت المرة دي. أنا بقالي تقريبا بصي بجد 4-5 سنين ما جيتش شرم الشيخ. احساسك بيها ايه بقى؟ يعني وانت جيتي من امبارح كمان بقى، يعني قعدتي ومش جايه على الحفله وشفت البحر واستمتعت. انا خدت اجازه من شغلي 3 ايام قلت لمجدي انا بقالي كتير مشتاقه لشرم الشيخ، انا عايز اجي بدري واتمشى في شوارعها واشوف قد ايه هي وحشتني وقد ايه الحمد لله انها رجعت كده. بدات السياحه الحمد لله في مصر احسن من الاول، وكمان جايه في عيد مهم زي ده، عيد تحرير سينا. يعني الحمد لله انا بجد مبسوطه جدا. يعني كان نفسي ولادك كمان يجوا النهارده علشان يشوفوا البلد والله مجدي طول الوقت يقول يا ريتنا جبنا الولاد، لولا ان عندهم مدرسه ويعني مش الاجازه صغيره وعندهم مدرسه بكره لسه راجعه بكره كنت هجيبهم، بس لسه بقول له ان شاء الله ان شاء الله اخلص المسلسل بقول له نيجي نقعد شهر رمضان كله في شرم الشيخ. اكيد يعني طبعا انا عارفه ان انت العهد بقى موجوده معانا على قناه النهار بمسلسل مهم جدا هنسعد بيه والجمهور منتظره، لان معاكي مخرج يعني ناجح على مدار اكتر من 3 سنين وانت طبعا نجاحاتك كلها معروفه، فالناس مشتاقه لك وفي انتظارك، فشايفه العمل ده ازاي وانت موقفاه دلوقتي عشان تيجي تحضري؟ ايوه انا سعيده جدا 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 بالعمل ده، فعلا مبسوطه اني بشتغل مع المخرج استاذ خالد مرعي والسيناريست العظيم امين راضي، وبجد يعني من اول ما جالي السيناريو انا متابعه اعمالهم اللي فاتت وشفت نجاحات ليهم كتير، وكمان الكاست الكبير اللي معانا يعني مش عايزه اقول لك مين ولا مين ولا مين، معانا نخبه كبيره جدا. والعمل جديد ومختلف وجديد، انا عامله دور جديد اجدد بقى مره في حياتي، عملت شخصيه شريره ولا رومانسيه ولا جريئه؟ هي شخصيه انا بعتبرها ملائكيه، يعني عارفه البني ادم نوجا، يعني
من ممكن اللي وحشتني الطيبه الزياده، عارفه الحد اللي عايز السلام بين كل الناس، مش عايز نزاع. احنا برضو مسلسل كبير وليه يعني اسقاطات على حاجات كتيره بتحصل في البلد، ومعمول بشكل اكتر من رائع وشكل جديد وعصر قديم، وفي نفس الوقت تحسيه ريليت. يعني مش عايزه احرق طبعا، بس ان شاء الله يا رب يعجب الناس. انا متحمسه ومستمتعه وانت جدا 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 جدا، اكتر مره مبسوطه وانا بشتغل بصراحه. احنا اشتقنا، واكيد جمهور النهار مشتاق يشوف غدا عادل. انتظروها في رمضان بالعهد، وقول لهم انتظروني بالعهد على انتظروني في رمضان مسلسل العهد على قناه النهار، ويا رب يعجبكم. كل سنه وانتم طيبين. مرة تانية بقول لك كل سنة وانت طيبة، مبروك على التكريم، وفي انتظار نحتفل زي كل سنة بنجاح العمل بعد. وانت طيبة يا بوسي، وانا اول ما بقابلك بيحصل بعدها تكريمات ورا بعض كتير على طول. لسه كنا في طبعا الأكاديمية وكان استقبال، وهنا طبعا حدث مهم لمصر، فيعني بقول لك دايما يا رب اشوفك يا رب دايما، وكل الناس يا رب يوفق الجميع ان شاء الله. ميرسي بوسي، ميرسي.